يصب نهر النيل في دلتا خصبة شاسعة بعد قطع أراضي الصحراء الممتدة لأكثر من 1000 كيلومتر، وكانت المدينة الواقعة على أعلى نقطة بالدلتا هي القاهرة عاصمة مصر الحالية. إنها مدينة غنية بالملامح الإسلامية، إذ إن أكثر من 400 أثر معماري عربي تنتشر في جميع أرجاء المدينة، مما يؤثر في المشاعر الثقافية بجاذبية الدين. كانت الحضارة المصرية القديمة الرائعة قد ولدت في هذه البقعة من الأراضي قبل 6000 عام. ماذا قد شهدت في الماضي؟ وكيف تغيرت إلى ملامحها الحالية؟ قصتها تشبه لقبها مدينة الألف مئذنة، مما يجعل أذهان الناس مفعمة بالخيالات. يقع المتحف المصري في ميدان التحرير على الضفة الشرقية لنهر النيل، وهو أكبر متحف متخصص في آثار مصر القديمة. من أواخر عام 1902 حتى اليوم يقص 300,000 قطعة أثرية في المتحف لنا تاريخ مصر القديمة الذي يرجع إلى ما قبل 3000 عام. إلى كم سنة يرجع تاريخها؟ ومن أين بدأت الحضارة البشرية؟ من قديم الأزل حتى اليوم ظلت البشرية تكتشف في هذا الموضوع بأقصى جهودها، وكان المصريون القدماء قبل 3000 عام قبل الميلاد قد قدموا إلينا الجواب عن هذه الطريقة. حجر رشيد المحفور بالهيليغرافية المصرية واليونانية القديمة هو مفتاح لبوابة التاريخ المصري القديم، وبفضله قد اكتشف علماء الآثار الرموز الهيروغليفية المصرية على ورق البردي، فظهرت أمام الناس صورة العالم المتحضر الرائع قبل آلاف السنين. في عام 3100 قبل الميلاد أنهى الفرعون نارمار وضع الانقسام الطويل الأمد بين مصر العليا والسفلى على حوض النيل، ولبس لأول مرة على رأسه التاج الأبيض لمصر العليا والتاج الأحمر لمصر السفلى في آن واحد. ومن أجل متابعة شؤون مصر العليا والسفلى في نفس الوقت قرر منفيس إنشاء هذه المدينة، والتي يطلق عليها حاليا القاهرة. انطلاقا من الأسرة الأولى التي أسسها نارمير مانفيس، بدأ التاريخ المصري القديم المستمر ل3000 عام. Thank you.
بني في القرن الثامن عشر قبل الميلاد أول هرم مدرج في التاريخ المصري القديم.这个面好像比那几个金子的面要光一些，是吧？是不是这是原来的石头吧？对，没修复过的。啊，没有修复过的。哎，来看，从这儿可以看到原来这个石头巨大的石头。没结构。是这样子，这个每一个金字塔应该是这样，外面应该是那么平的。 就像外面这个面似的，对，看到那么平的吗？这个是以前的样子。本来所有的金字塔应该是这个，但是那个国王他好像是选择了这个位置是真的很不错，因为你看了最伟大的金字塔那个胡夫金字塔，现在外面的那个一层。 已经掉了，第二个金字塔全部已经掉了，只有最上面的部分到现在还是平的，但是这个大部分还在，所以他选择了这个位置，好像跟那个风有关系，到现在过了那么长的时间，好几千年的，但是他到现在还在，还是那么完整的，你们看了这个角度，就是真的很不错，全部都是平的。 يقول المثل العربي المصري إن كل مخلوق يخاف من الزمن غير أن الزمن يخاف من الأهرام. والأهرام الشامخة على الضفة الغربية لنهر النيل بضواحي القاهرة تحكي بمختلف أشكالها لنا قصصها الماضية. من العادة أن يدفن المتوفى في مقبرة مستطيلة بنيت من طوب الطين قبل عهد الأسرة المصرية القديمة الثالثة، ويطلق على هذه المقبرة مصطبة. وفي الأسرة الثالثة في عام 2680 قبل الميلاد بنيت مقبرة زوسر أول فرعون للأسرة على شكل مصطبة مدرجة من 6 مصاطب، وهذا هو الهرم المدرج المعروف. باعتباره أقدم هرم، فتح الهرم المدرج فصلا جديدا لتاريخ العمارة المصرية القديمة، وتتبع الفراعنة المصريون الآخرون خطى زوسر، وبدأوا تشييد المقابر قبل وفاتهم وتسابقوا في بناء الأهرامات. في عصر سنفرو الفرعون الأول بالأسرة الرابعة لم يحاول فقط بناء هرم منحني لنفسه، بل شيد هرما هرمي الشكل في جنوب الهرم المنحني باستخدام الحجر الجيري المحمر، ويعد الهرم الأحمر أصل الأهرام في مصر بالمعنى الحقيقي، وبنيت على غراره مقابر الفراعنة ل10 أسر لاحقة. تقف أهرامات خوفو وخفرع ومنقرع 3 فراعنة للأسرة المصرية القديمة الرابعة على هضبة الجيزة على بعد 9 كيلومترات جنوب غربي القاهرة، وهي ترمز إلى ذروة فن عمارة الأهرام. يمر نهر النيل بالقاهرة ببطء، ويقسم هذه المدينة إلى منطقتين حضريتين على ضفتي النهر. بالاختلاف عن المدينة الجديدة المملوءة بالمباني العالية في الضفة الغربية للنهر، ظلت المنطقة الممتدة من جبل المقطم إلى الضفة الشرقية هي مركز القاهرة منذ قديم الأزل،
إن ملامحها القديمة مفعمة بالألوان الشرقية. قد ظهرت قلعة على الطراز الروماني في الضفة الشرقية لنهر النيل في عهد احتلال الرومانيين القدماء لمصر، وفي عام 639 أرسل الخليفة عمر بن الخطاب القائد المعروف عمرو بن العاص لفتح مصر، فأنشأ مدينة الفسطاط على الجانب الشمالي من المستوطنات الرومانية، ثم اتخذها قاعدة وقاد قواتها في الفتح حتى وحد مصر كلها، وحدد مدينة الفسطاط الصغيرة عاصمة لمصر. وبفضل سهولة المواصلات شهدت مدينة الفسطاط تطورا سريعا في فترة قصيرة بعد إنشائها، وتحولت إلى مركز تجاري مهم في المناطق الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط. لقد اكتشف علماء الآثار فيها كميات هائلة من القطع الخزفية التي يرجع تاريخها إلى الفترة بين عصرة أسرة تانغ الملكية وبداية أسرة مينغ الملكية للصين، الأمر الذي يدل على مدى ازدهار التجارة على طريق الحرير البحري. فتح الفاطميون مصر في عام 969 ووسعوا الأراضي الإقليمية إلى شمال الفسطاط، واتخذ الفاطميون مدينة الفسطاط عاصمة لدولتهم أيضا. قيل إنه بعد اختيار موقع المدينة وجد المنجمون نجما معروفا يسمى بالقاهرة كان يسطع في السماء، ويبدو أنه يبارك هذه المدينة الجديدة، لذا أمر الخليفة الفاطمي بتسمية المدينة بالقاهرة لإحياء ذكرى انتصار أسرته. مع زيادة نفوذ الدولة الفاطمية شهد اقتصاد مصر تنمية سريعة، ورسخت مكانة القاهرة، وعلى مدى أكثر من 1000 سنة لاحقة ظلت القاهرة مركزا ثقافيا وسياسيا في العالم الإسلامي، وتدفق الحكام من أسرة الدولة الفاطمية في بناء العديد من المساجد في القاهرة، وحظيت هذه المدينة بلقب مدينة الألف مئذنة بفضل المآذن الشاهقة المنتشرة في المدينة. وسطعت القاهرة تحت أضواء هلال الخلافة الإسلامية بعد الوداع لعهد الأهرامات. Like I like make whole game the street.
把萨拉古城堡与尼勒河连在一起。في منتصف القرن الثاني عشر الميلادي تولى صلاح الدين الشخصية الأسطورية في تاريخ مصر منصب وزير الدولة الفاطمية، وفي عام 1164 ترأس قواته لصد هجمات الحملات الصليبية، ونجح في الدفاع عن القاهرة. وبعد 7 سنوات أسقط صلاح الدين الأيوبي الخلافة الفاطمية وأقام الدولة الأيوبية وعين نفسه أول سلطان لها. في عام 1176 أصدر صلاح الدين أمراً ببناء قلعة باسمه على جبل المقطم بجنوب شرق القاهرة. بنيت القلعة أكملها بالحجارة، واستغرقت عملية التشييد 6 سنوات. وبعد مرور أكثر من 800 سنة ما زالت القلعة حصينة منيعة في الوقت الحاضر، وتقف حارساً على مدخل القاهرة.那个人他看了那个山太大了，还有以前那个马路也没有，那个山是连在一起的。他说我们应该在哪一个位置好，他带了2块牛肉，在这儿放1块的，在那边放1块，他看什么时候可以冷掉。在这儿待了2天，在那边待了只有1天，所以他说这个位置是更好更健康的，所以他在这里，在那个山上他盖了他自己的城堡，带了那个英雄的名字叫萨拉迪的。تعد قلعة صلاح الدين الشامخة على جبال المقطم العالية حصنا استراتيجيا منيعا لجنوب شرق القاهرة، وظلت مركزا إداريا لكل حاكم من حكام مصر منذ فترة السلطان الكامل ابن أخي صلاح الدين. بدأ بناء مسجد محمد علي في عام 1839، وهو أروع مبنى مهيب داخل أسوار قلعة صلاح الدين. وأضافت القبة الضخمة المغطاة بالمرمر نوعا من الجاذبية لمناظر القاهرة بطرازها التركي. كلما حان وقت الأذان والصلاة يتدفق كثير من أهالي القاهرة إلى مسجد محمد علي بشكل تلقائي، ويدخلون تلك الباحة المفعمة بالقدسية. وفي عام 1831 ميلادي أهدى حاكم مصر محمد علي إمبراطور فرنسا لويس فيليب مسلة فرعونية، وبعد 15 سنة قدم فيليب ساعة نفيسة كهدية جوابية، وقد تم وضعها في مسجد محمد علي. في قلعة صلاح الدين يبدو أن الزمن قد تجمد في العصور الوسطى. طوال مئات السنين تجمع في القاهرة تجار أتوا من الشرق وأفريقيا وأوروبا حتى من مناطق شرق آسيا، وبفضل سهولة المواصلات البرية والبحرية تحولت مدينة الألف مئذنة إلى مدينة دولية مشهورة ذات سمعة متساوية مع بغداد والقسطنطينية، كما هي مركز حضاري للعالم العربي.
إن أول مكان يستيقظ كل صباح مبكر في القاهرة هو سوق برقاش للإبل. يتجمع التجار هنا كل صباح من الساعة 5 حتى الساعة 12 لتجارة الإبل من الدول المجاورة كأثيوبيا والصومال والسودان. ولمنع الهروب تربط معظم الجمال في السوق بحبل محكم من الأرجل. قيل إن حجم التجارة في هذه السوق يتراوح بين مئات الجمال وآلافها كل يوم، والإبل الذي يسمى سفينة الصحراء قادر على مقاومة الجفاف وحمل البضائع الثقيلة، هو جزء لا يتجزأ من الحياة المصرية. يستخدم في الفلاحة، يشتغل ويستخدم القوات عندنا هنا تستخدمها كحرس العيد. اندمج الإبل في حياة المصريين منذ ظهوره على هذه البقعة من الأراضي لأول مرة في القرن السادس قبل الميلاد، وبعد مرور سنوات اختفت مشاهد توافد قوافل الإبل المحملة بالبضائع إلى القاهرة واحدة تلو الأخرى، غير أن القاهرة لا تزال تثير ذكريات الناس حول تلك الفترة التجارية المشغولة بهذا السوق. في القاهرة مكان آخر يحتفظ بالجو التجاري اليانع، وهو سوق خان الخليل الواقع في شمال مسجد الأزهر شمال شرق القاهرة القديمة. سوق خان الخليل مساحتها 5 كيلومترات مربعة، هي أكثر الأسواق حيوية بالقاهرة، كما هي أكبر سوق في الشرق الأوسط للحرف اليدوية الشعبية. وفقا للتسجيلات التاريخية، يتجمع التجار من أنحاء العالم هنا منذ القرن 14 لعقد الصفقات والتجارة. وفي عام 1384 أنشأ محافظ يدعى خليل نزلا مكونا من 3 طوابق، ويطلق عليه خان ليوفر لرجال الأعمال مكانا للراحة وتخزين البضائع. ومع مرور الأيام أجرى رجال الأعمال القدامى إلى القاهرة الصفقات التجارية هنا، وتحولت سوق خان الخليل والشوارع المجاورة إلى مركز تجاري للقاهرة. ستشعر بهبة نسيم الثقافة العربية القديمة حين تتجول في شوارع القاهرة المتشابكة. Black paper, red paper, green paper, white paper, and here the powder saffron. Powder saffron, this powder. انطفأت مصابيح الشوارع وزال ضباب الصباح الأزرق تدريجيا. استقبلت القاهرة يوما جديدا،
يبدأ المصريون أعمالهم مع شروق الشمس ويستريحون بعد حلول الغروب. يتبع أهالي القاهرة قوانين الطبيعة ويعملون على كشف معنى الحياة. تتدفق مياه نهر النيل نهارا وليلا بدون كلل وملل، وشهدت هذه المدينة الواقعة في حضن النيل، النهر الأم لمصر، شهدت أساطير لا تحصى منذ العصور القديمة. إنها مسقط الرأس للأهرام، وكان تاريخ مصر القديم الممتد لثلاثة آلاف عام هو مكتوب بالحكمة والمجد، كما هي مثل الحضارة العربية أيضا، إذ إن المآذن الشاهقة تجعل المدينة مغمورة في بحر من القدسية. على الرغم من مرور الوقت وتغير المناظر، فإن الناس السعداء والمجتهدين والمتحمسين هم هم، لم يتغيروا من قبل في مدينة الألف مئذنة.